لو شفت خير في الدنيا يابا انت اللي عملته وقريت كتاب. بس انا كده جهزت العيد ميلاد والبالونات الحمراء اللي كان نفسها فيها كمان، وجبت لها الوشوش الباربي والحاجات اللي كانت نفسها فيها. دلوقتي امنيه تطلع وهتتفاجئ احلى مفاجاه. لو النهارده كمان في مفاجأة، تيتا هند جاية وخالو محمد وعمو محمود وعيالهم وكل الناس اللي بيحبوكي جايين النهارده. مبسوطة؟ اه يا ماما. ايه يا أمنية ده؟ أنت رايحة فين يا أمنية؟ أنا رايحة الدرس. لا يا حبيبتي النهارده عيد ميلادي، ما تروحيش حتة، النهارده عيد ميلادك بس، هبي بار زيتون مش عايزين حاجة تانية. مالك يا أمنية في إيه؟ مالك يا حبيبتي؟ إيه اللي مزعل؟ ماما انا نفسي بابا يكون معايا في عيد ميلادي. يا ماما يا ماما وحشني قوي. يا ماما انا بابا وحشني قوي. يا ماما نفسي يكون معايا في عيد ميلادي. يا ماما لو شفت خير في الدنيا يابا انت اللي عملته وقريت كتاب. ماما نفسي يكون معايا. وحشني قوي يا ماما، بقالي تلات سنين ما شفتوش يا ماما. وحتى يا ماما امبارح ناس هيقول لي كل سنه وانت طيبه يا امنيه يا ماما. النبي عشان خاطري، عشان انا كده هعيط معاكي. بصي يا امنيه، هو بابا يا حبيبتي مسافر وبيشتغل لمين؟ بيشتغل لي يا ماما. بس انا يا ماما هو وحشني يا ماما. وبعدين انا مش عايزه اي حاجه، انا عايزه حنيته هو بس. يا حبيبه قلبي طب ينفع معلش بس ندعو ونقوله يا رب وان شاء الله هيجي بالسلامه. يا رب يا رب، والنبي رجع لي بابا يا رب عشان خاطري. والنبي رجع لي بابا. خلص عشان خاطري. والنبي بس برضه مش هيرجع يا ماما. والله العظيم هيرجع بالسلامة وإن شاء الله يا رب يا رب يجي ويعمل مفاجأة النهاردة في عيد ميلادك. شوفي بقى مش هيجي يا ماما. سيبيها على ربنا وقولي يا رب، ربنا بيحقق لنا كل اللي نفسنا فيه. على طول بقول يا رب والله يرجع لي يا ماما. عشان خاطري وجعتي قلبي والله يا أمي. إن شاء الله هيرجع بالسلامة. إن شاء الله يا ماما. لا يا ماما انا اروح الدرس. طب خدي بالك من نفسك يا ام. حاضر يا ماما. ماشي يا ماما، مع السلامه. اروح الدرس. خدي بالك على نفسك. الفستان الجميل ده يا أمنية؟ ده فستان عيد ميلادي يا مكر. مالك زعلانة ليه يا أمنية؟ أصل أنا نفسي بابا يحضر عيد ميلادي ويحضرني زي زمان. بابا حتى امبارح ما قاليش كل سنة وأنت طيبة. ما تعيطيش يا أمنية، إن شاء الله هيرجع لك يا أمنية. ده بقالي تلات سنين ما شفتوش. ليه؟ انا نفسي مره اشوف مره واحده بس يحضني بس، مش عايزه حاجه تانية. ما تعيطيش يا امنيه، هو عيد ميلادك النهارده، انت ما عزمتنيش ليه؟ انا كنت جايه عشان اعزمك يا ماما. ايه ده؟ ايه كل سنه وانت طيبه. حبيبي زيتويو، حبيبي زيتويو، امنيه حبيبي زيتويو. فين اللي هي عاوزاه؟ في حد جبت لها الهديه اللي هي بتحبها. وانا جبت لها الهديه بتاعتها. والله انت يوم عيد ميلادك حد يروح الدرس في عيد ميلاده؟ ما هي قالت عايزه تعزم صاحبتها معاك، فاصرت انها تروح لعيد ميلاد النهارده. ماشي. حتى النهارده قعدت تعيط جامد قوي. ليه؟ مفيش، اصل ابوها وحشه وهي عايزاه يجي يحضر عيد ميلاد. انا هفرفشها لك النهارده. حبيبي زيتويو، حبيبي زيتويو، حبيبي زيتويو، امنيه حبيبي زيتويو.
دي انا هجنيها لك النهارده. يا قدامها كتير وتيجي. خلاص دي 5 دقايق بالظبط هتلاقيها هنا. وانا الدبدوب الفيل اللي انت بتحبيه دوت. كل سنه وانت طيبه يا امنيه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. شكرا يا عم، نورتي يا مكه. ازيك يا مكه، عامله ايه؟ الحمد لله. جاهزين 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 جاهزين. انا عايزه امنيه هي اللي تفتح الباب. ماشي روحي يا امنيه افتح الباب. طب روح يا امنيه، انا عايزاكي انت اللي تفتحي. يلا افتحي. يلا يا امنيه، يلا بسرعه، عايزين ناكل تورته يا امنيه. جاهزين لو شفت خير في الدنيا يابا انت اللي عملته وقريت كتاب. وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني. احمد وحشتيني يا امي. عامل ايه يا وحشتيني يا امي. عامله ايه يا حبيبتي؟ عامل ايه يا امي؟ الحمد لله. حاسين بلاش قصيت كده يا حبيبي. اخويا عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ وحشت والله. انا مش مصدقه اللي شفتك يا احمد. وحشتني يا احمد. الحمد لله على السلامة. اوعى تكون قلت لحد. لا والله ما قلتش لولا حد. ايه ده، هو انت كنت عارفه؟ كان محلفني والله ما قلتش لاي حد. كبرت يا حبيبتي، كبرت. لا سلام يا بنت الصبح عشانك. يا تعبت ليه بس؟ ونام ما تعيط. والله يا بابا انا جاي افرحك والله يا حبيبتي. مش مصدقه نفسي يا بابا. والله العظيم انا جاي افرحك. والنبي ما تسيبني تاني. والنبي يا بابا. حاضر والله ما هسيبك، بس اهم حاجه ما تعيطيش. انا مش عايزه اي حاجه، مش عايزه اي حاجه، بس المهم عندي انت يا بابا. انا دموعي غاليه عندي والله. والله يا امنيه كان جاي كمان شهر، قال لازم انزل في عيد ميلادها. انت عارفه ما قلتيش انت عاوزه حلقه مننا. والله والله عليك هريحي قلب ام طيب. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا امي. وحشتوني والله. طب يا امي احلى عيد ميلاد والله العظيم. الحمد لله على السلامه. تعالى اعملوا عيد ميلاد. يلا تعالى يلا. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي سنة حلوة يا أمنية، سنة حلوة.
تايوة يا أمنية. أمنية 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 جاهزين 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 جاهزين. كل سنة وأنت طيبة يا أحلى أمنية، يا أحلى أمنية في الدنيا. كل سنة بابا أمنية. بابا فين؟ بابا فين؟ قلنا بابا ده بابا الحقيقي يا أمنية، ده بابا الحقيقي. كل سنة وأنت طيبة يا أمنية. بابا الحقيقي ده يا أمنية مش ده. كل سنة وأنتم طيبين. ده بابا التمثيل. أنا قطعت التورتة؟ يلا قطعها بيضا. كان في سكينة هنا في الهية. سكينة 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 سكينة. باشا باص باشا باص باشا باص باشا باص باشا باص باشا باص باشا باص. والله يلا حق يلا حق انت حق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد 100 سنة أحلى أمنية.